أعلنت إدارة الأوقاف السنية أن صلاة العيد الأضحى المبارك ستقام عند 5:11 من صباح يوم غد السبت. وأكدت الأوقاف جاهزية مصليات العيد على مستوى المملكة لاستقبال المصلين، وقد تمت زيادة عدد المصليات الرئيسية إلى 9 مصليات في مختلف محافظات المملكة، وإدراج 11 مصلى خاصا لأفراد الجاليات غير الناطقين باللغة العربية.